نظمت الجمعية التونسية لمكافحة السرطان صباح اليوم بالتعاون مع ولاية قفصة نادي البصر بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وشركة فوسفات قفصة قفلة صحية متعددة الاختصاصات للتقصي المبكر على سرطانات الثدي عنق الرحم والبروستات، وشملت القافلة عدة اختصاصات أخرى كما قيس النظر، وتم إجراء 63 عملية جراحية مجانية على العينين وطب نفسي للأطفال، طب الأنف والحنجرة وطب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي لحسين بوزيان، كما قام المشرفين على القافلة بتنظيم دورة تدريبية لفائدة الناشطات بالمجتمع المدني فيما يتعلق بالسرطانات الأنثوية.